طبعا هي معركة الفرق كلها هتكون تعرفوا ان انت لازم تفوت على الموقع وتسجل الايميل تبعك وتلعب وتختار الفريق يوميا اللي انت كنت حابب تشارك معه. طبعا انا شو عملت، انا صرت شارك دائما بالفريق الاول اللي هو الفريق البنفسجي خلينا نقول عليه اللي هو تبع صناع المحتوى حمود وتبع المالود وسبوكي وحمان ودول الشباب. هي الفريق هاد كان دائما يربح، دائما هذا الفريق يربح، ما بعرف شلون. انا كنت شارك فيه يوميا وحاول العب وجيب مركز، يعني جيب 3 فيكتوري 55 دقيقة لعب مثلا، جيب 62 بوينت مثلا بالاتلات، لاني انا الصراحة ما كنت عم بقدر العب زيادة اني ما كنت فاضي، يا دوب عم ساوي الفيديو وكنت عم روح عندي شغل. فاي الفكرة كنت دائما شارك بهذا الفريق وحاول العب شوي وساعد، عم جيب مركز 6000 احيانا، احيانا جيب مركز 15000 مثلا. هذا اليوم ما لعبت فيه بنوب، المعركة الثالثة جبت فيها مركز 3000، يعني حاولت ساعد الفريق قدر المستطاع. فانا كنت دائما فوت بالفريق الاول مثل ما قلت لكم، والفريق الاول كان دائما هو اللي عم يكسب، فلما عم يكسب الفريق الاول شو ما كانت نتيجتي انا محصل 200 في بوكس، ان شاء الله اكون جايب توب 10000. فانا كنت شارك دائما بهذا الفريق، الفريق هذا كان دائما يكسب، فانا شاركت فيه بالخمس معارك، والخمس معارك اخذت فيهم 200 في بوكس ب 200 في بوكس، يعني المجموع كلياته 1000 في بوكس. ما كنت اقدر اجيب لا مركز 100 لمركز 1000، ولا كنت اجيب مركز واحد لمركز 100 عشان احصل 1000 في بوكس او احصل 350 في بوكس، صراحه ما كنت فاضي. وبالنسبه للبوينتات ما شاء الله يعني الناس كانت كتير عم تجيب بوينتات، يعني شوفوا هاد جون مثلا جايب 30000 بوينت تقريبا الا 500، هون جايب مثلا بالمعركه الرابعه 20000، بالمعركه الثالثه 24000. فما شاء الله يعني الناس كانت شو عم تقضي نهارها كله عليها من الساعة 12 للساعة 12، أقل واحد جايب 29000 بوينت وهون 16000 بوينت بأول يوم. فالموضوع كتير غريب، الناس شو عم تقضي 12 ساعة عم تلعبها كاملة. هي مثلا بالنسبة للبطولة وقديش حصلت فيها، فبدي تحت بالتعليقات تكتب لي قديش حصلت فيها. واترككم هلا مع جيم بلاي وارجيكم شو كنت عم بلعب مثلا بهالبطولة هي، وشو حاولت ساعد اني انا اجيب الفي بوكس مع الفريق او اجيب انا الفي بوكس المركز اللي كويس. شكرا لكم ومشاهدة ممتعة. خد بالك هون في واحد هون، انت ثانية في واحد هون بدي فنشة، بس في واحد في هون جوستا. لا 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 خلاص انا معايا جوستا. بس في كتير اخذوا بالكم. يا لهوي عندك اشبه؟ عندي سكين غريب ما بعرف شو هذا. يا عم ده شكله غريب، سكن اسود شكله غريب. دروب تعالوا عند الدروب، في دروب انا قدامك وانا قدامك اللي قاعد ارقص. بيرقص اه بيرقص اه في هون في هون. انا بس انا هون في واحد قلت لك انا هروح بس اخد الايه. انا برضه خدت بالي الدروب انفتح. ها الدروب انفتح. اوكي انا جاي اهو جاي. واحدة في واحدة في. لا لا خلاص. متى ما علق معك بالبوكس جماعه في جماعه في ناس ورا جماعه في ناس ورا في ناس ورا في 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 انا هتحرك الزون، انا هتحرك الزون هقولكم هقولكم في الزون اظن انت يلا. خلي بالك في واحد شبح ورا انا هقابلكم عند مكان الفيديو ده. يا جماعة في شخص غريب، في شخص غريب عندي هنا.
واحد دخول. هيل 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 خد مني. طب انتوا في زي اثوريتي دي او الوكاله زي ما بيقولوا. هيل خد مني. نحن بمكان ما كنا عم نتفايت. تمام مكان ما كنا عم نتفايت بالضبط. طب انا ما كنتش لاقيه. في هون ناس طبيعيين. في عندي زي الوكاله، عندي زي الوكاله اللي جنب وربنج وود دي ناس. زي الوكاله وربنج وود ناس. اه عرفتها عرفتها. جايك انا جايك. يا كان في هانشمن هاي. انت ها؟ انت ده؟ انت ده اللي بتنط؟ انت فين؟ انت فين؟ جماعة انتوا عارفين يا جماعة الوكالة اللي هي زي البوردن بوز دي قدام المكان اللي فيه الوكالة دي. اوف مع ميتس. اوف مية اخدة. مش ده انت؟ الو الو مش ده انت؟ ايوه ده اللي واقف قدام الشجرة ده انت صح؟ ايوه ترقص ايه ترقص ايه ساعدني شيلني انا اجيلك هكون بعيد هتلاقيني كده بعيد هتلاقيني يا عمي والله العظيم حرام اللعبة هي والله العظيم حرام دي والله العظيم يا اخي ما عم بقدر اهرب ما عم بقدر اهرب منه. بص بص انا مش هجري ولا انا هروح كده في اليمين بعيد. خد اتفرج عليك تاخد الحجر دك 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 ما عم يرضى يسيبني. مين هذا بجنبي؟ لك شو خنزي؟ لك ما عم يرضوا يتركوني؟ اه ده انت ميت اهو ده انا اللي قاعد يوقف هذا. لا 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 هذا مو انا هذا مو انت ها؟ لا انا واحد ثاني قاعد اركض رينج. جماعة في واحد كان واخد الهاي جراوند ده كان بيقول كده خالص ابلع يا كلب. كان في واحد فوق في واحد فوق الجبل ده هنا في واحد هنا في واحد في واحد اخر الطريق ده وفي واحد وفي اثنين هنا وفي واحد شبح قدامنا احنا حال روحت البصرة انا خلاص انا عرفت انا عرفت ايوه هو ما شفت كده حد ايه ده لو لقيت الشيلد او لو لقيت الشيلد او هيل او اي حاجه ما عادش في غير شادو واثنين اثنين حقيقيين وشادو ده تعال نقتل الحقيقيين يا احمد يلا هناك هناك كده نقتل يلا نقتل عليهم في شبح برضه تقتل عليهم اصلا بس مش عارف يميز صح انا هرجع للمايه انا هرجع للمايه انا اروح بعيد تعال تعال يا عبد ابراهيم 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 فينك لا 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 انا اللي قاعد ينط هذا انا هرجع انا نوم انا جنبك انا نوم انا جنبك برد سبرينج وانا كمان برد وسط سبرينج اروح اقتل بس لو اقطع عشان
وفي واحد جبح كمان معاه كده. انا هطمن اللي انا قدامك. اوبا 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 بقى، وانتوا اتنين بقى واشباه تاخد بوينت. اوكي تعال انا ايوه انت كده كده في مولات تضربك تقريبا. ده اخر واحد بس ده كان واحد اخر واحد. فوز يلا واحد كمان، باقي واحد كمان اللي هو الزوم فينه. طيب ما هو لسه نازل، ما هو لسه ما هو لسه نازل، هو لسه. يلا يا عم عشان تاخد بوينتس وتاخد منه. انا جبت اللي في ايزي ايزي والله كده. عندك 800 نقطة. انت قاعد كده كام كيل؟ انا جايب 29 كيل. 29 كيل؟ 29 كيل اضربهم في 20 يطلعوا لك كام؟ زاد كده 100 بوينت.